شوفيك يا سلامة تلبسين العدسات وتفركين عيونك بهاي الطريقة. هذا الألم والإحمرار وكثرة الدموع سببه جفاف العين، وهو من أكثر الأمراض العيون شيوعا، ويصيب بين 13 إلى 30% من الناس بدرجات متفاوتة. طبعا جفاف العين يزيد مع الطقس، عشان شي يسبب 40% من زيارات أخصائي العيون عندنا. وأقدر أقول إن في أسباب بديهية مثل ارتداء العدسات لوقت طويل، وإجهاد العيون من التلفزيون والكمبيوتر، وخفف من الموبايل يا سلامة، وبعض الأدوية تسبب جفاف العين مثل أدوية حب الشباب وارتفاع الضغط والحساسية. وللعلاج الدكتور بيعطيك قطرات دموع صناعية، واغسل العيون بماء دافي، واشربي سوائل، وأهم شيء اختيار العدسات المناسبة مع طبيب العيون. وطبعاً الأهم هو الوقاية، فخفف التعرض للهواء المباشر في العين من مجففات الشعر والمكيف، والبسي نظارات شمسية، وابتعدي عن الغبار والرمل، وأكيد دخان السجاير. وهذه النصيحة لكل الحالات، لازم تاخذ العين استراحة من التلفزيون والكمبيوتر والموبايل. وعساكم دوم صحة وسعادة.